رئيس مجلس القيادة يجري اتصالا هاتفيا بمحافظ حضرموت وبعثة منتخب الناشئين. رئيس الوزراء يؤكد أن مشكلة المياه في بلادنا قضية رئيسية يجب التعامل معها والتفكير في حلول استراتيجية لها. محافظ حضرموت يؤكد الاهتمام بمناضلي الثورة ورعاية أسرهم وذويهم. السيدات والسادة، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من تلفزيون حضرموت الرسمي من المكلا. أنهى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمس زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة، شارك خلالها بمعية عضو المجلس عيدروس الزبيدي في مؤتمر المناخ 28 الذي انطلقت أعماله في دبي الخميس الماضي. رئيس مجلس القيادة الرئاسي التقى أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة للبحث في المستجدات اليمنية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تحدث رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى مؤتمر المناخ بكلمة استعرض فيها الآثار المدمرة للتغيرات المناخية في بلادنا، خصوصا على سبل العيش والموارد البيئية والخدمات الأساسية والبنى التحتية والدعم الدولي المطلوب للحد من تداعياتها. هذا وكان في وداعه بمطار المكتوم وزير العدل الإماراتي عبد الله سلطان النعيمي والسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى بلادنا محمد حمد الزعابي وسفير بلادنا لدى الإمارات فهد سعيد المنهالي. وجه فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمس الاثنين بتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاح مشاركة بعثة المنتخب الوطني للناشئين في بطولة غرب آسيا التي تنطلق منافساتها الأسبوع المقبل بسلطنة عمان. جاء ذلك خلال اتصال رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمحافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، مؤكدا فخامته حرص الدولة على رعاية الشباب وتمكينهم في تنمية مهاراتهم والتمثيل المشرف لوطنهم في المحافل كافة. كما تحدث رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى بعثة المنتخب الوطني للناشئين بكلمة أعرب فيها عن ثقته بروح التنافس العالية التي يتحلى بها ناشئو بلادنا لكرة القدم وقدرتهم على جلب الفرح إلى قلوب اليمنيين في الداخل والخارج، مشيدا بالدعم الذي قدمته قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت في استضافة منتخب الناشئين، مثنيا على دور وزارة الشباب والرياضة وقيادة الاتحاد اليمني لكرة القدم والجهاز الفني للمنتخب واللاعبين وحرصهم جميعا على تقديم الأداء الكروي المشرف رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد منذ انقلاب الميليشيات الحوثية على التوافق الوطني بدعم من النظام الإيراني. هذا وشكر محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت بن ماضي خلال استقباله بعثة منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم لتوديعها قبل مغادرتها إلى سلطنة عمان، شكر اهتمام ورعاية فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالمنتخب والقطاع الرياضي وتوجيهاته بإيلاء الرعاية اللازمة لإنجاح معسكره بالمكلا، داعيا اللاعبين والجهازين الإداري والفني لاستشعار المسؤولية وتقديم مستوى مشرف للوطن يرفع اسم بلادنا في هذا المحفل القاري الكبير. إلى ذلك قامت مطاعم الكورنيش للتجارة والخدمات المحدودة بالمكلا الراعية لجوانب التغذية والمواصلات للمنتخب حفلة توديع ومأذوبة عشاء لبعثة منتخبنا الوطني للناشئين بحضور القيادات الرسمية والرياضية ونجوم الزمن الجميل لكرة القدم في حضرموت. الأخوة الوكلاء، الأخ أركان المنطقة العسكرية الثانية، الأخوة مدراء عموم المكتب التنفيذي بمحافظة حضرموت، الأخ رئيس بعثة منتخبنا للناشئين العزيز عبد الوهاب الزوري، كل الفريق الشباب الأبطال الذين يمثلون منتخب الناشئين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا أخفيكم، أنا اليوم عندي غصة للوداع، يعني ربما نحن استقبلناكم بالفرح. طبعا كان الاستقبال باسم حضرموت كل حضرموت،
أما اليوم فنحن نودعكم باسم اليمن كل اليمن. 28 مليون في الداخل والخارج شتتت في شملهم هذه الخلافات وهذه الحرب، وقلوبهم شتى تجتمع قلوبهم على هذا المنتخب وعلى غير من يمثل هذا الوطن الغالي. لعلكم لا تدركون أن 90 دقيقة من عمر المباراة تتوحد فيها قلوب أبناء الوطن. لذلك فأنا لا زال في مخيلتي فوز منتخب الناشئين قبل بضع سنوات عندما خرج اليمنيون في كل مدن اليمن تناسوا خلافاتهم، تناسوا مطالبهم في أمور ما يريدون من السياسة أو ما تداعب عليه هذه الخلافات، ولكنهم توحدوا حول ذلك المنتخب. أنا أتمنى أن تكون هناك بصمة لكم في توحيد هذه الأمة. طبعا لا نحملكم أعباء أكثر مما تستطيعون فيها، كان عمر المعسكر قصيرا وربما الإمكانيات لم تكن كافية القدر الكافي، لكن عزائم الرجال هي ستجدد الأمل. نحن نتمنى فقط التمثيل المشرف لليمن بغض النظر أو تصرف النظر عن النتيجة، لكن هو التمثيل المشرف. أنتم سفراء اليمن، أنتم من حظيتم بالفرصة أنكم تمثلون الوطن بشكل عام. أتمنى لكم التوفيق. تذكروا دائما ذلك البيت الذي يقول للشاعر الكبير عبد الله البرادوني الذي يقول فيه وهو عزة وفخر، وهي في قصيدة بشرى من الغاب عندما قال: نحن اليمانيين يا طه تطير بنا إلى رواب العلا أرواح أنصار، إذا تذكرت عمارا وسيرته فافخر بنا إننا أحفاد عماري. أنا أتمنى لكم التوفيق في هذه الليلة التي حقيقة أودعكم باسم اليمن بشكل عام، باسم أبناء اليمن بشكل عام. أشد على أيديكم، وبصرف النظر مثل ما قلت عن النتيجة، لكننا نريد تشريفا كاملا لهذه البلاد ولا أزيد. شكرا لك سعادة الرئيس وفخامة الرئيس. احنا حقيقة بهذا المكالمة نشعر بالفخر أن أوليت الشباب هذا الاهتمام، وإذا ما كان الاهتمام هذا بالشباب إن شاء الله تعالى شباب الجمهوري بإذن الله تعالى سيمثلوا اليمن خير تمثيل، وهم الوحيدين الذي جمعوا اليمنيين تحت راية واحدة وهي راية الجمهورية اليمنية وشعار الجمهورية اليمنية من شمال اليمن إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه. حقيقة كلمة حكي دقال وأنت قلتها الأستاذ مبخوت قال بل واجب بل وأكثر، وكذلك شعب حضرموت وجمهور وجماهير حضرموت العزيزين على قلوبنا ما قصروا معنا حقيقة، لقد أخجلونا باحترامهم واستقبالهم وحفاوة كرمهم، ونتمنى أن نرجع بعنعمان إن شاء الله تعالى والمنتخب بشكل عام من الجمهورية اليمنية بشكل عام، يعني ليس محصورا على محافظة واحدة، من أبناء عدن، من أبناء حضرموت، من أبناء إب، من أبناء فعز، من أبناء صنعاء، من جميع محافظات الجمهورية، وهذا فخر الجمهورية اليمنية أنها في وطن واحد وهو المنتخب بيجمعهم. وشكرا لك سعادة الرئيس، وأنا أشكرك على هذا الاتصال الطيب، وإن شاء الله نرجع محققين النتيجة وبإذن الله تعالى نرجع بالكأس بإذن الله تعالى. بالتوفيق إن شاء الله. رايات النجاح لليمنيين جميعا وتعطوا الأمل لكافة اليمنيين في هذه الوحدة الوطنية التي تمثلوها أنتم كفريق الناشئين. شكرا جزيلا لك فخامة الرئيس. التقى رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر السفير السعودي لدى بلادنا محمد سعيد الجابر، وذلك لبحث آخر التطورات والأوضاع على الساحة الوطنية. وخلال اللقاء جدد بن دغر التأكيد على دعم الشرعية لجهود المملكة التي تستهدف استمرار الهدنة
وتبحث عن مخارج للأزمة اليمنية التي تسببت بها ميليشيات الحوثي الإرهابية، مشيرا إلى أن مجلس الشورى يرى أن الوقت قد حان للانصياع لصوت العقل والتعاطي مع مقترحات السلام. أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك أن مشكلة المياه القائمة في بلادنا هي القضية الرئيسية التي يجب التعامل معها والتفكير في حلول استراتيجية لها، خصوصا مع التهديدات المستجدة وغير المتوقعة بسبب التغيرات المناخية. جاء ذلك لدى حضور رئيس الوزراء جلسة نقاشية نظمها البنك الدولي على هامش مؤتمر المناخ 28 في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة لعرض نتائج دراسة القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ والأمن المائي، لافتا إلى حرص الحكومة على وضع خطط طارئة للتصدي لمشكلة الحرج المائي المتفاقم باعتبارها قضية أمن قومي لليمن، مستعرضا الأعباء التي أفرزتها حرب ميليشيا الحوثي المتعلقة بتراجع الاستثمارات الفعلية في قطاع المياه وتوقف مشاريع رئيسية لتحلية المياه. بدوره استعرض وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي التحديات التي تواجه قطاع المياه، وأبرزها الندرة التي تفاقمت بسبب تبعات الصراع وتعرض المياه الجوفية لخطر الاستنفاد الكامل. كما تطرق المدير الإقليمي للتنمية المستدامة في البنك الدولي ميسكي برهاني والمدير الإقليمي للبنك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستيفان جيمبروت إلى الدراسة التي أعدها البنك مع عدد من الشركاء المتعلقة بالوضع المائي والمعالجات اللازمة لها. ناقش محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي اليوم بالمكلة مع أعضاء لجنة المناضلين أوضاعهم واحتياجات ذوي الشهداء منهم، وثمن المحافظ خلال اللقاء تضحيات مناضلي الثورة مؤكدا تقدير السلطة المحلية للمناضلين والاهتمام بأسرهم وذويهم، رافعا التهاني لهم جميعا بمناسبة الذكرى 56 للاستقلال الوطني المجيد 30 نوفمبر، مترحما على شهداء الثورة الذين روت دماؤهم تراب أرضنا من أجل الكرامة والحرية والاستقلال. هذا وأكد أعضاء اللجنة مساندتهم للسلطة المحلية في قرارها القاضي بوقف توريد الإيرادات للبنك المركزي وتسخيرها لمصلحة المواطن. بحث رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز مع وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري اللواء محمد صلاح الدين أوجه التعاون والتنسيق المشترك في المجال العسكري والأمني. وخلال اللقاء تطرق الفريق بن عزيز إلى العلاقات والقواسم المشتركة المتينة التي تجمع البلدين وقوتهما المسلحة، منوها بالمواقف التاريخية لجمهورية مصر العربية الداعمة لبلادنا، معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون والدعم لتطوير القوات المسلحة اليمنية وتعزيز قدراتها في مجالات التأهيل والتدريب والمجالات اللوجستية والفنية والتقنية وتبادل الخبرات والمعلومات بما يؤهلها للقيام بواجباتها الوطنية. تشهد مدن ساحل حضرموت أجواء صحوة ورياحا معتدلة السرعة ودرجات الحرارة دافئة نهارا إلى معتدلة ليلا، وفي أرياف الساحل والهضبة الجنوبية أجواء صحوة ورياحا معتدلة السرعة ودرجات الحرارة معتدلة نهارا إلى باردة ليلا، فيما تشهد مناطق وادي وصحراء حضرموت والهضبة الشمالية أجواء صحوة بوجه عام ورياحا معتدلة السرعة درجات الحرارة دافئة نهارا إلى باردة ليلا. والآن السيدة والسادة إلى حالة الطقس.
نهاية النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس مجلس القيادة يجري اتصالا هاتفيا بمحافظ حضرموت وبعثة منتخب الناشئين. رئيس الوزراء يؤكد أن مشكلة المياه في بلادنا قضية رئيسية يجب التعامل معها والتفكير في حلول استراتيجية لها. محافظ حضرموت يؤكد الاهتمام بمناضلي الثورة ورعاية أسرهم وذويهم. ولمتابعة المزيد من نشراتنا الإخبارية يرجى زيارة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تلفزيون حضرموت. قدمنا لكم نشرة إخبارية مفصلة، شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، دمتم في أمان الله.